استاذ محمود من القاهره يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف يا مولانا، اخبارك؟ نعم وفضل الحمد لله. الله يخليك. حضرتك عندي سؤال، ليا عمي متوفي من فتره ومدفون معاه احفاده اطفال صغيرين. نعم. فمراته اللي مرات عمي موصيه ان لما تموت تدفن معاه في نفس التربه، هل ده صح ولا غلط؟ ولا موصيه لما تموت ايه اللي حاصل؟ تندفن معاه في نفس القبر، في نفس المكان. هو مفيش قبر تاني غير القبر ده؟ في عين في كذا عين للحريم. طيب خلاص، ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، هو السؤال، بس هي مطلوبه موصيه لا تدفن تدفن في عين الحريم. في عين الحريم ما ينفعش تدفن معاه في نفس العين. تدفن في عين الحريم ما ينفعش، يعني مش صح. نعم ماشي يا فندم. شكرا شكرا يا فندم. عفوا يا سيدي. استاذ حسن من القاهره يتفضل. ازي حضرتك يا فندم يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ نعم وفضل الحمد لله. دايما هستاذنك، بس هو في كان محل بتاع راجل كبير، والمحل ده البيت اتهد ونقلوا المحل في محل تاني، فالورث دلوقتي في بنات مش متجوزه، هل يطلع لهم فلوس المحل؟ المحل ده كان ولا تمليك ولا كان ايجار؟ ثانيه واحده بس، المحل ده كان يا استاذ حسن، المحل كان تمليك ولا ايجار؟ المحل الاولاني كان تمليك والراجل عايش، فكانوا هيهدوا البيت فخدوا محل تاني ايجار في حته تانيه وفاتحينه، والثلاثه الاخوات واقفين فيه. طيب في دلوقتي بنت مش متجوزه وخدت معاها شبوها. معلش المحل اللي هو بتاع الوالد دوت، أيوة. اولاده بعد كده نقلوا في المحل تانية. فيه الوالد ده توفى. ايوه. طيب والمحل ده مازال قائما؟ المحل ده تهد؟ لا المحل تهد خلاص، ما بقى نقله في المحل التاني. تهد وليهم نصيب في الارض ولا ما لهمش نصيب في الارض؟ لا لسه ما خدوش. يعني دلوقتي نفترض العماره ايه اتهدت؟ اتهدت. العماره اتهدت وهم كان ليهم محل. والمحل دوت ليه حساب من الارض ولا لا؟ خدوا الفلوس بتاعت الهدد وقسموها في الشرع بينهم وبين بعضهم. طيب يعني هم المحل اللي هو كان مملوك ده، ايوه، خلاص هم خدوا مكانه اموال. حلو. وزعوا الاموال دي. طب كان في حياة الاب ولا بعد وفاته؟ أيوة في حياته. نعم في حياته. يعني هو دلوقتي خدوا المحل فتحوه في حته تانية. طب سيد محسن بس بعد اذن حضرتك، فضل واحده واحده بس عشان نفهم بعض. احنا دلوقتي ادي المحل اتهد والوالد كان موجود. أيوة. واخد الاموال ووزع عليهم على اولاده زي الميراث، صح كده؟ لا المحل اتفتح وهو كان موجود. طيب. المحل التاني. طيب يعني معلش احنا خلينا بس في المحل التمليكي الاول. اللي هو بتاعه في البيت اللي هو اتهد، مش ده محل التمليك ده اللي اتهد؟ ايوه. طب هو لما اتهد كان الوالد موجود ولا لا؟ الاب كان موجود ولا لا؟ لا ما كانش موجود. طيب فخد الفلوس اللي خرجت من ثمن المحل المهدود ده وزعوه بعض ميراث. كويس. خلصنا من ده. المحل الثاني الايجار ده مين اللي كان مأجره؟ هو الراجل قبل ما يموت. طيب هو محل الايجار ده مين كان واقف معاه في المحل دوت لما كان الصبيان؟ الثلاثة كانوا موجودين معاه؟ أيوة. يتنقل بقى عقد الإيجار للي كان معاه في المحل ده واللي كان معاه لمدة سنة قبل وفاته. هو سؤالي، هل البنت من حقها تاخد من المحل زي ما كان أبوها عايش؟ لا خليني بس أقول لك حاجة، أصل المحل ده مش تمليك، المحل ده إيجار بس شغال باسم. أيوة حاضر أبوه. اسمعني بس يا فندم. المحل ده تمليك. مش المحل ده ايجار مش تمليك. ومعنى ان هو ايجار احنا مالكين المنفعه، والمفروض. أيوة. ان لو ده عقد قديم، لو ايجار قديم، هو ده ايجار قديم ولا ايجار جديد؟ جديد. ما هو ايجار جديد ده هينتهي بانتهاء الايه؟ بانتهاء هذا العقد. يبقى بعد كده المؤجر بقى اللي هو صاحب الملك ده هيأجره لمن يشاء، بس ده ما فيهوش ميراث. الإيجارة ما فيهاش ميراث، ولكن فيها أن يبقى أن يكون الإنسان، أن من حق الفرع الوارث الذي كان مع الأصل بتاعه اللي هو الأب ده لمدة سنة في هذه العين قبل وفاته أن يستكملها عقد الإيجار، من حقه كده. لكن أما وإنه ده عقد إيجار جديد، إلا هيأجر له المالك ده هو اللي هيكون الإيجار ليه، لأن عقد الإيجار خلاص الراجل توفي، فينتقل الى مين؟ ينتقل الى اولاده او الفرع الوارث اللي قعد سنه في هذا العين مع الاصل قبل وفاته.
اللي حاصل بقى لو كنا بنتكلم بقى على ان المحل فيه بضاعه ولا ما فيهوش بضاعه، ان يبدو هو ده السؤال. لكن لو السؤال في عقد الايجار اللي هيغيره المالك ويكتب له العقد الايجار خلاص بقى بتاعه، مفيش نزاع. احنا بنتكلم الكلام اللي احنا بنتكلمه ده في الايجارات القديمه، بتتضح المساله في الايجارات القديمه. اما بقى اذا كان بقى النزاع على مساله بقى البضاعه اللي جوه المحل، البضاعه دي لو كان اشتراها الوالد فهي ستكون ميراثا. يعني افترض ان الوالد ده اشترى ب 100,000 جنيه بضاعه في المحل ده، البضاعه اللي في المحل ده لما توفي الاب بقت دي ميراث زيها زي الايه، زيها زي المحل اللي اتهد، لانه مال، لانه ده مال مملوك للوالد. يبقى البضاعه دي هتوزع على ان هي تركه وتبقى ميراث.